رافينا النهارده، واكيد انتوا المستقبل زي ما بنقول، وعينيكوا اكيد طبعا انتوا كنتوا متابعين اللي حصل مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره وحصولنا على الميداليه البرونزيه. شفتوا بقى الانجاز ده ازاي؟ عايز اعرف من كل واحد فيكم كده مشاعركم. طبعا كل واحد كان يا ريتني كنت معاهم، يا ريتني كنت يا ريتني كنت معاهم. كوكا انت تقرب لاحمد حسن كوكا الاول ولا ايه؟ لا لا لا، ولدنا المحترف. هو هي كوكا دي موجوده دي في الاسم ليه؟ ولا لا؟ انا اسمي احمد نبيل عاشور. لكن كوكا دي جت منين؟ دي والدي طلع عليا. ايه؟ والدي طلع على... والدي طلع عليا. تمام. تابعت الانجاز ده ازاي؟ اكيد احساس حلو جدا ان انت بتنتمي لاحسن نادي في افريقيا. المره الثانيه على التوالي بنحقق الانجاز ده، انجاز كبير جدا ان انت تاخد ثالث عالم. والاحسن من كده ان خلاص احنا بنقفل الصفحه دي من ثاني يوم، بنركز البطوله اللي بعدها، وده اللي احنا متعودين عليه من صغرنا في النادي الاهلي. واخدين ثالث عالم حاجه كبيره جدا، ممكن بعض الانديه الثانيه تعيش عليها مدى طويل، انما احنا لا، بنحتفل يوم الثاني، ثاني يوم بنقفل على طول، لان بيبقى عندنا بطولات ثانيه، وده اللي احنا متعودين عليه في النادي، وجماهير النادي موصله لنا ده.